نروح بقى للخبر التاني. يعني هو مش خبر قوي نقدر نقول عليه، هو سؤال. السؤال النهاردة بيقول: ماذا يحدث وإلى أين كرة القدم المصرية؟ سؤال تاني: ماذا يحدث وإلى أين كرة القرى المصرية؟ بنشوف استقالات بالجملة بدأت من 7 شهور تقريبا باستقالة المستشار راغب الرفاعي رئيس لجنة تراخيص الأندية في اتحاد الكرة. بعدها ومن يومين بس بيخرج الحكم الأنجليزي مارك كلارنتون رئيس لجنة تطوير التحكيم السابق ويعلن استقالته، ومن بعده لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمستشاريها. فاحنا الحقيقة محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل، محتاجين تدخل سريع من وزير الشباب والرياضة علشان كرة القدم في مصر كل يوم للأسف من أسوأ لأسوأ ومش عارفين رايحين على فين بالظبط. والحقيقة يعني ده نداء مننا كلنا، لازم وضروري نحط حد لكل اللي بيحصل وكل اللي بيسيء لكرة القدم المصرية. احنا هنا مش بنتكلم عن النادي الأهلي يا جماعة، احنا بنتكلم او عن اي نادي تاني، احنا بنتكلم عن كرة القدم المصرية، بنتكلم عن الرياضة المصرية، بنتكلم عن صورتنا كمصريين قدام العالم. القانون لازم يتطبق على الجميع.